الآن نشرة الأخبار مع محمد الكبيسي. أهلا بكم مشاهدي الكرام في نشرة إخبارية مفصلة من قناة الفلوجة، نبدأها بأبرز العناوين. رقم قياسي جديد لمصابي كورونا في العراق، أكثر من 2400 مصاب والوفيات فوق 100. الانتخابات المبكرة أسيرة قانونها المعلق، مكتب الكاظمي يؤكد إجراؤها قرار سياسي، والكرة بملعب البرلمان. عملية الصدمة تنقذ 7 مليارات دينار من الهدر، والنزاهة تضبط صفقات اختلاس وتزوير في صحة ذي قار. البرلمان يباشر بإعداد موازنة العام المقبل، والمالية النيابية تؤكد العجز المالي رهن أسعار النفط. في عنواننا الأخير، صقور العراق جاثمة في مطاراته، طائرات F-16 معطلة من جراء استهداف القوات الأمريكية المستمر. البداية من المشهد الصحي، حيث سجلت وزارة الصحة 107 وفيات بفيروس كورونا و2415 إصابة، فيما بلغت حالة الشفاء 1507 حالات في عموم العراق. وأكدت وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بلغ 51524 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2050 حالة وفاة، مبينة أن مجموع حالات الشفاء بلغ 26267 حالة. من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أن سوء الإدارة والتخطيط وتدهور النظام الصحي زاد من أثر الجائحة ووطأتها على المواطنين. جاء ذلك خلال اجتماعه بلجنة الصحة والبيئة النيابية، حيث أكد أهمية تكامل الجهود بين الحكومة والبرلمان في مواجهة جائحة كورونا، مضيفا أن الأزمة المالية والاقتصادية فرضت تحديا جديدا، ومضافا على جهود مواجهة الجائحة، إلا أنها فرصة لتقوية العزيمة الصلبة التي يواجه بها العراقيون أزمتهم، وساحة حقيقية لمواجهة سوء الإدارة والفساد وعزله ومنعه من الاستمرار في هدر جهود المخلصين الذين عاهدوا أنفسهم وشعبهم على أن يبذلوا أقصى الجهود الممكنة. في السياق ذاته، أكدت المديرية العامة لصحة نينوى إصابة عدد من الكوادر الصحية في المحافظة، وأشار مدير عام الصحة فلاح الطائي أن عددا من موظفي الدائرة والكوادر الصحية متواجدون في دوائر إقليم كردستان، موضحا أن الدائرة بحاجة ماسة لتلك الكوادر بعد الحجر على عدد منهم بسبب إصابتهم. مسألة المنتسبين الموجودين في الإقليم، والتي كدائرة صحة نينوى وكمحافظة نينوى وأهل محافظة نينوى نحن بأمس الحاجة إلى وجود هؤلاء بيننا، لأنه المنتسبين الموجودين حاليا عانوا ما عانوا وقدموا خدمة كبيرة، ومنذ 4 أشهر وهم يجاهدون ويتصدون لهذا الوباء، وحصلت عدة إصابات بين هذه الكوادر، علما أن هناك عدد كبير من أبنائنا من منتسبي دائرة الصحة نينوى محجورين ونحتاج إلى بدائل. لذلك نتمنى من الأخوة المنتسبين الموجودين في الإقليم أن يقفوا، يعني نقول هذا يومهم، لازم أن يقفوا مع أخوانهم في دائرة الصحة نينوى، يجب أن نضع يدا بيد لكي نستطيع أن ننتصر على هذا الوباء. بدوره، كشف النائب عن ائتلاف المحافظات المحررة عن نينوى عبد الرحيم الشمري أن هناك وساطات تتدخل لمنع إعادة الموظفين والكوادر الصحية إلى المحافظة، مشيرا إلى أن العدد الكلي للموظفين في دوائر الإقليم تجاوز 1000 موظف. هناك كوادر، نقص كبير جدا في الكوادر الصحية، لدينا أكثر من 1000 منتسب في إقليم كردستان، منهم 22 مخدر بس من الأطباء، 22 مخدر، علما أن المخدرين الموجودين في كل نينوى 60، منهم 22 باقين في إقليم كردستان.
هناك يعني جماعة الأشعة، هناك جماعة الباطنية، المقيم الأقدم، المقيم الدوري، الكوادر التمريضية، كلها موجودة ولا يريدون بصراحة أن يداوموا في هذه المرحلة. وأيضا هناك بعض الوساطات لهم من مسؤولين، نحن نهيب بإخواننا وزملائنا بعضهم أن يتركوا هؤلاء، وأن يتركوا أن يؤدوا عملهم، قصدي أن يتركوا أن يؤدوا عملهم. يعني إذا ما تجيني بهاي الأزمة أنا شليبك. أنا سمعت من هنا من هيئة الرأي بأنه يريدون مثلا أن يأخذون إجايز يعني بدون راتب. أنا أقول وراح نكلم الوزير ونكتب كتاب رسمي، اللي ما يجينا في هاي الأزمة المفروض يفصل. فيما طالب الشمري رئيس خلية الأزمة بالتدخل العاجل لعدم حدوث كارثة صحية، مؤكدا عدم وجود أي خطط أو تنسيق مسبق بين الجهات المعنية داخل المحافظة لفحص الوافدين. هي بالسيد محافظ نينوى بأن يكون له تدخل، رئيس خلية الأزمة، تدخل فوري ويومي ومتابعة يومية، لأنه بصراحة المرض في محافظة نينوى صار المرض، ونحن تكلمنا سابقا وقد انتقدونا الأخوان وقالوا لا يوجد ولم يأتي فلان ولم يأتي فلان. نحن نقول الأزمة مستمرة، الأحسن أنه نستمر بالتوعية. طبعا أيضا كان للجهات الجامعة نينوى وجامعة الموصل أعطوا الأخريات، أعطوا مكانات لعملية الحجر، ولكن بصراحة لا توجد خطة حقيقية في عملية التنسيق، لا في عملية دخول وافدين، ولا في عملية التنسيق مع أقليم كردستان بهذا الموضوع، ولا في عملية الحجر وتوفير الطعام وما إلى ذلك للمواطنين، اللي هم يفترض أن تكون الخطة واضحة لدى كل المواطنين، يعرف قبل أن يأتي إلى المحافظة ماذا له وماذا عليه. أقدم أهالي مدينة الموصل على جمع تبرعات لشراء أجهزة التنفس لسد حاجة المستشفيات في المحافظة ومساعدة مصابي فيروس كورونا. جامع الرحمة ومساجد أخرى في المدينة استطاعوا جمع 85 مليون دينار حتى الآن، تمكنوا بها من شراء 35 جهاز تنفس صناعي. بعد ازدياد نسبة مرضى الكورونا في محافظة نينوى، قمنا بمبادرة لجمع التبرعات لشراء أجهزة الأكسجين التي تساعد المريض على التنفس، فهب أهل المدينة صغارها وكبارها، شيوخها ونساؤها حقيقة للتبرع. الشيء الذي أفرحنا هذه الوقفة مشهودة لأهل هذه المدينة، فقد وصل المبلغ عبر 85 مليون فقط في جامع الرحمة، وهناك مساجد أخرى أيضا، هناك نساء كبيرات السن تأتي إلينا إلى الجامع، نقول لها كان بقيتي بس سيارة وإحنا نجي، تقول لا أنا أريد أبحث عن الأجر وأريد أقف هذه الوقفة مع أهلي في محافظة نينوى. بعد النقص الحاد في الأكسجين بمستشفيات العراق كافة، بادر أحد أصحاب المعامل في محافظة الأنبار بإنتاج المادة وتوزيعها لمساعدة مرضى فيروس كورونا. القائمون على المعمل أكدوا أن إنتاجهم اليومي بلغ 400 أسطوانة أكسجين لسد النقص الحاصل في مستشفيات البلاد، مشيرين إلى أنهم مستمرون بالعمل على مدار الساعة لتجهيز جميع المصابين. بادرنا بهذا الموضوع ونشرناه بأن احنا معمل الصباح مجهز جميع المرضى بالأكسجين اللي راغد ببيته، واحنا حاليا زاد علينا الطلب والمرضى زادت بهذا الوقت، واللي ما عنده وسيله يجي ياخذ الاكسجين البطل احنا نودي لها بالسياره مالتنا. اي محافظات اللي تفيدنا احنا نجهزها، احنا حاضرين باي وقت وباي ساعه، احنا حاضرين. برح جونا اهل الناصريه وان شاء الله خير راح يجيبون ابطاله واحنا حاضرين. المعمل ينتج باليوم 350 اسطوانه الى 400، احنا جاهزين بكلها. أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء وصول المساعدات التركية الطبية إلى العاصمة بغداد بحضور الوكيل الفني لوزارة الصحة وممثلين عن الأمانة العامة ووزارة الصحة والسفير التركي في بغداد. وقالت أمانة مجلس الوزراء أن الشحنة التركية الطبية تضمنت أجهزة للتنفس الصناعي وأطنانا من معدات الوقاية الشخصية والمعدات المخبرية لمساعدة العراق في مواجهة كورونا. إلى ذلك أكدت الحكومة التركية دعمها العراق في مواجهة الجائحة التي أثرت على اقتصاد العراق والعالم.
تصدرت كوادر القطاع الصحي في محافظة ديالى عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث سجلت 302 وإصابتين اثنتين بعد تفشي الوباء في المحافظة، في وقت تدعو فيه المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الطبية. اليوم أنا أتواجد داخل مستشفى بعقوبة العام، حيث وصل أعداد المصابين بفيروس كورونا منذ دخوله إلى المحافظة لحد هذه اللحظة أكثر من 1300 إصابة، حالات الشفاء أكثر من 600 حالة، 75 حالة وفاة سجلت المحافظة لحد هذه اللحظة، والأعداد البقية يرقدون في أماكن الحجر الصحي يتلقون العلاج، منهم من يتشافى والبقية يعني ديفارق الحياة بسبب الحالة الصعبة اللي يواجهها. اليوم في ديالى الكوادر الصحية لحد هذه اللحظة، الكوادر الصحية والتمريضية والتحليلات وجميع العاملين في القطاع الصحي سجلوا 302 مصاب ووفاة لطبيب، يعني الكوادر الصحية الخط الأول هو ربع الإصابات في محافظة ديالى. طبعا المريض اول ما يدخل احنا اذا اردت العزل الوبائي في مستشفى معقوبة التعليمي نستقبله، نعمل الفحوصات الشعاعيه اللازمه، كذلك نعمل التحاليل المختبريه، ومتوفر في رده العزل الوبائي الاكسجين والعلاجات اللازمه، ومن ثم نقوم في حال الاشتباه وظهور النتيجه موجبه نقوم بادخال المريض الى رده الشباب الرياضه اللي هي رده الاشتباه، ثم نقوم بعمل مسحه. أنا اليوم الصبح يعني تلقيت خبر إصابة أخوي، هو طبيب مقيم دوري في مستشفى جلال الولاء العام، ومع ذلك احنا مستمرين بهالعمل، مستمرين رغم الطقس الحار. طبعا تشوف هاي الكمامة الثقيلة، كمها يعني جواها فلتر، وهذا الكفر هيد وهذه القاونات، مستمرين بالعمل لتقديم أفضل خدمة لأبناء المحافظة إن شاء الله. يعني اليوم الكوادر في محافظة ديالى رغم الإصابات بعوائلهم دي مستمرين حتى يعالجون الناس، حتى يحافظون على المواطنين من انتشار هذا المرض. الأعداد الإصابات اليوم بدأت تزداد بين الكوادر الطبية، بس هم موجودين داخل المستشفيات يطلبون فقط الالتزام بالنصائح الطبية حتى يقدرون يساهمون بالتخلص من هذا المرض والحفاظ على المدينة. من محافظة ديالى عمر العبيدي، قناة الفلوجة. رقم قياسي جديد لمصابي كورونا في العراق، أكثر من 2400 مصاب والوفيات فوق 100. معنا السيدة ربا فلاح عضو قسم التوعية في وزارة الصحة. مرحبا دكتورة. رغم الإرشادات المستمرة للناس، لكن نرى أن عدد الإصابة يرتفع بشكل مستمر في العراق. في البداية شكرا جزيلا لكم، وشكرا للقناة مالتكم أنه تواكب الحدث أول بأول. بالنسبة لليوم للموقف الوبائي، هو عدد الإصابات 2415، الشفاء 1507، والوفيات 107. طبعا الراقدين كلي في العناية المركزة هي وصل عدد 328. بالنسبة لزيادة الإصابات اللي شاهدناها في يعني الأيام الأخيرة، هي كانت نتيجة زيادة القدرة التشخيصية لوزارة الصحة في زيادة عدد المختبرات وأيضا الفحوصات، وأيضا استحداث أجهزة ومعدات طبية، وأيضا كذلك تطوير هذه الأجهزة واستحداثها وتحديثها أيضا. هذا كان يعني نتيجة زيادة الحالات، وأيضا كذلك المسحات الميدانية والفرق الطبية وزيادتها، اللي طبعا للكشف عن الحالات الصامتة اللي هي تكون لا تظهر عليها الأعراض بل هم يكونون مصابين. لكن دكتورة، رغم التحدث عن زيادة المسحات، هناك من يقول بأن المستشفيات لا تعمل مسحات أبدا إلا بعد أن تتأكد أن المريض قد أصيب بفيروس كورونا.
لا ابدا، احنا المسحات الميدانيه مستمره، وايضا الفرق الطبيه مستمره، وايضا في تزايد، وايضا خصوصا للمناطق اللي سجلت اعداد كثيره، وايضا المناطق اللي تعرف المناطق الشعبيه اللي نعم. كانت بها من ضمن الرصافه والكارخ اللي كان بها نسبه عدد من الاصابات. طيب. والوزاره الصحه مستمره بهذا الشيء، لذلك ايضا احنا نقول انه عدد الاصابات زيادتها هي ترجع الى حد كبير لعدم الالتزام المواطنين لحد هاي اللحظه يعني بتعليمات وزاره الصحه وكذلك اللجنه العليا للصحه. طيب. كذلك ايضا انه لحد هاي اللحظه اكو فئه من المواطنين يعتبرون هذا الوباء هو اكذوبه، بالرغم احنا شفنا عدد من الوفيات كان من ضمنها لاعبين رياضيين ومشاهير من العراق صابهم هذا الوباء وأدت إلى وفاتهم. طيب يعني في قسم الإرشاد كيف تحاولون إقناع هذه الفئة التي تحدثت عنها بأن الموضوع ليس أكذوبة؟ احنا من اللحظه الاولى من منذ وصول او ظهور الوباء هذا في الصين ومن ثم انتقل الى الدول الاخرى والدول المجاوره ووصولا الى العراق، كنا اول باول كنا نطلع برسائل توعويه وايضا كذلك محاضرات توعويه، مؤتمرات توعويه لهذه الجائحه وايضا طرق انتقالها، الاعراض بالنسبه لها. قمنا ايضا بعمل يعني محاضرات توعويه على هذا الوباء في خصوصا في الكليات، في الدوائر الحكوميه وغير الحكوميه، يعني قطاعات كثيره قمنا بتوعيتها. ايضا انا من ضمنهم طلعنا بالتلفزيونات، بالقنوات، ايضا رسائل توعويه قمنا ننشر على وسائل التواصل الاجتماعي انا وزملائي الباقيين، نتحدث عن هذا الوباء وعن طرق انتقاله، ونعرف انه هذا الوباء هو سريع الانتشار ويؤثر على الجهاز التنفسي، ولاحظنا انه الفئات اللي الكبار بالسن اللي عندهم امراض بالقلب والاعتلالات مناعيه هم كان لها يعني تأثير كبير كلش، وأيضا أدت إلى وفاتهم. طيب دكتورة، ربما الفيروس نال بشكل كبير من ملائكة الرحمة أو الجيش الأبيض كما يسمى، وزارة لحد هذه اللحظة تنشر التوعية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا عن قنوات الخاص وايضا قناتكم الكريمه والقنوات البقيه الاخرى بظهور الاطباء بتوعيتهم وايضا كذلك الكوادر الاعلاميه ايضا بتوعيتهم، واحنا من خلال اليوم يعني هذا عذرا المقاطعه اليوم الإخبارية يعني نحب انه نحث المواطنين الرجاء الالتزام بتعليمات وزاره الصحه، وانه ما نتهاون نهائيا، نبتعد عن الالتزام بالتباعد الاجتماعي، كذلك ايضا لبس الكمامات والكفوف، وضع مسافه متر الى مترين بين شخص واخر، نتعامل على جميع المواطنين كانهم مصابين، على الجميع مصابين انه نتعامل حتى نحد من هذا، لان اذا استمر المواطن يعني بالتهاون بهذا الوباء اكيد اي نظام صحي مهما كان ممكن انه يعني ينهدم، وراح اكيد راح تصير وضحت يعني الفكرة. تفشي وبائي. نعم تبي. شكرا لك دكتورة ربا فلاح، عضو قسم التوعية في وزارة الصحة، على هذه المداخلة. أعلن زعيم التيار الحكمة عمار الحكيم تشكيل تحالف برلماني جديد باسم عراقيون يهدف لدعم مسار الحكومة في الإصلاح ومحاربة الفساد، وقال الحكيم إن التحالف يهدف لتقوية مسار الدولة وتطبيق القانون وإعادة الثقة بالنظام السياسي وتعضيد مسار الإصلاحات، مشيرا إلى أن تلبية مطالب الشعب تتطلب خطوات جادة وسريعة على جميع المستويات. من جانبه بارك ائتلاف المحافظات المحررة تأسيس تحالف عراقيون وأكد دعم توجهاته في مساندة حكومة الكاظمي.
في غضون ذلك، أكد مكتب رئيس الوزراء أن الحكومة مستعدة لإجراء انتخابات بشرط إكمال التصويت على قانون الانتخابات في مجلس النواب. وقال مستشار رئيس الوزراء حسين الهنداوي إن إجراء الانتخابات يتوقف على وجود قرار سياسي بين الكتل النيابية يتطلب الاستعداد للانتخابات من أجل إنجازها، مضيفا أن الكتل السياسية التي صوتت على إقرار هذا القانون باتت راغبة في إجراء بعض التعديلات على بعض فقراته. كشف الهنداوي عن إعداد رئاسة مجلس الوزراء لقائمة تضم نحو 15 مقترحا بديلا في حال إمكانية تعديل القانون. في سياق مكافحة الفساد، فإن هيمنة بعض الجهات السياسية المتنفذة على المنافذ الحدودية أدت إلى قلة الإيرادات المتوقعة التي يفترض بها أن تدخل ضمن الموازنة العامة للبلاد. تفاصيل أوفاء في سياق هذا التقرير. بغية السيطرة على عمليات الفساد في المنافذ الحدودية البرية والبحرية والتي تفقد الدولة بسببها مليارات الدولارات سنوية، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يعتزم شن حملة واسعة للسيطرة على هذه المنافذ واستعادتها من سطوة الفاسدين، وسط إجماع على إن واردات المنافذ الحدودية سترفد ميزانية الدولة بمليارات الدولارات. الحد من الفساد في المنافذ الرسمية سيسهم بما لا يقبل الشك برفض الموازنة الاتحادية بأموال، لكن مشكلة الفساد لا تكمن بهذه المنافذ الرسمية وإنما بالمنافذ الغير رسمية، خصوصا وأن كثير من الأموال والسلاح والنفط يهرب من هذه المنافذ الغير رسمية وهي تعد الثقب الأسود للفساد. العراق يمتلك نحو 22 منفذا حدوديا متماثلة بالمنافذ البرية والبحرية والمطارات، لكن جميع هذه المنافذ لم تلبي الإيرادات المتوقعة التي يفترض بها أن تدخل ضمن الموازنة العامة للبلاد بسبب استشراء الفساد بشكل كبير، فضلا عن هيمنة بعض الجهات السياسية المتنفذة التي تمتلك أذرعا مسلحة على هذه المنافذ، مستغلة ضعف الحكومة وفساد الجهات الرقابية. أنا أتصور أنه من الصعوبة جدا أن السيد الكاظمي يستطيع أن يتجاوز الكتل السياسية التي كانت هي سبب بوصوله نتيجة التوافق معه على أن يأتي إلى سدة الحكم وأن يتبوأ هذا المنصب السيادي الأول في العراق، لذلك لا يمكن أن يستطيع أن يعرض نفسه إلى مواجهة مع الكتل السياسية، خاصة الرافضة لتحركاته الأخيرة. وبما أن الأحزاب السياسية تسيطر على مفاصل الدولة ولم تنجح كل المحاولات السابقة بتجريدها من مناصبها وإبعاد سطوتها عن جميع المنافذ التي تدر عليها بمليارات الدولارات، دخل الكاظمي في رهان مواجهة الأحزاب، الأمر الذي يطرح سؤالا عن مدى جدية الكاظمي في تقويض هيمنة الأحزاب على إيرادات البلاد. فراس الدليمي، قناة الفلوجة، بغداد. أعلنت وزارة الاتصالات إيقاف هدر 7 مليارات دينار خلال عملية الصدمة في محافظتي ديالى ونينوى، وأوضحت الاتصالات أن عملية الصدمة أوقفت هدر نحو 4 مليارات دينار في ديالى و3 مليارات دينار في نينوى، مضيفة أن جميع الساعات كانت تهرب من خلال إقليم كردستان، مؤكدة أن العملية مستمرة حتى القضاء على عمليات التهريب. في غضون ذلك، وجه وزير المالية علي عبد الأمير علاوي بإنهاء تكليف مدير مصرف الرشيد وكالة أياد محمود هادي وتعيين بديل عنه. وأكدت وثيقة صادرة عن وزير المالية إنهاء تكليف مدير مصرف الرشيد وكالة وتعيين باسم يوسف الموظف بمهمة مدير من مصرف الرافدين إلى مصرف الرشيد بديلا عنه بالدرجة والتخصيص المالي، مضيفة أن هذا الأمر ينفذ من تاريخ صدوره. بدورها، كشفت هيئة النزاهة عن شبهات تزوير واختلاس في مديرية صحة ذي قار، مؤكدة ضبط صكوك وأوليات مزورة في مستشفى سوق الشيوخ في المحافظة. دائرة التحقيقات في الهيئة أكدت أن تحريات الفريق الأولية قادت إلى إقدام موظف حسابات المستشفى على تزوير الصكوك وسندات وقد تم صرفها، مشيرة إلى أن أقوال الشهود من أعضاء لجنة الجرد والتسليم المؤلفة في المستشفى بيّنت اعتراف المتهم بعملية التزوير والاختلاس لثلاثة صكوك تم صرفها وتسلمها من قبل المتهم عن طريق فرع أحد المصارف الحكومية في المحافظة.
الحرب التي يخوضها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ضد الفساد المستشري في العراق يعقد طريقها نفوذ الأحزاب في وقت يواجه وحكومته أزمة المال وفوضى السلاح. حرب صامتة يخوضها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ضد الفساد المستشري في العراق، حملة بدأت من خلال تغييرات إدارية كبيرة في مفاصل الدولة، طالت رؤساء هيئات ومؤسسات مهمة، قوبلت بترحيب شعبي. إذا وقف ضد الأحزاب ويعني وقفة قوية، إحنا وياه ونضحي من أجل هالبلد ضد الأحزاب، لأن الأحزاب ما جابت لنا بس المشاكل. الإصلاح الحقيقي هو مو خطوة واحدة، أكو بي أكثر من خطوة، أهم خطوة هي الجرأة، ثاني خطوة هي المتابعة. إحنا خلينا نقول إنهم الكاظمي بدأ بالجرأة، يعني قدر يقيل شخصيات، قدر يتحارش بشخصيات، قدر يتقرب من شخصيات، هاي خطوة جيدة مبدئيا. يبقى الشيء الثاني اللي هي المتابعة. نفوذ الأحزاب في مراكز مهمة من مفاصل الدولة العراقية يعقد المهمة أمام الكاظمي، لكنه لا يملك سوى خيار الشروع في ضرب الفساد والفاسدين في وقت يواجه وحكومته أزمة المال وفوضى السلاح. اليوم مصطفى الكاظمي يسعى إلى أن يبدأ بتغيير هذه الوجوه بإبدالها بشخصيات أخرى، لكنه سيصطدم بحائط الكتل السياسية المهيمنة، هذه الكتل السياسية التي جاءت به وصوتت له في البرلمان، لديها الكثير من الخيارات السياسية وتستطيع أن تنقلب بها على مصطفى الكاظمي. الكاظمي المنتشي بدعم شعبي اختار الوقت المناسب لإجراء حزمة تغييرات إدارية، وهو الذي ينتهج سياسة تصفير الأزمات في سلة واحدة، أزمة المال وفوضى السلاح أبرز ملامحها، وهما معضلتان مرتبطتان مع بعضهما، حل الأولى مرهون بحل الثانية. من بغداد، علي عبد الكريم، الفلوجة الفضائية. عملية الصدمة تنقذ 7 مليارات دينار من الهدر، والنزاهة تضبط صفقات اختلاس وتزوير في صحة ذي قار. ينضم إلينا من بغداد الخبير الاقتصادي عبد الرزاق الزهيري. مرحبا بك أستاذ عبد الرزاق. عملية الصدمة اليوم أنقذت ما يقرب من 7 مليار دينار من الهدر والذهاب هباء منثورا، النزاهة أيضا ضبطت صفقات اختلاس وتزوير في صحة ذي قار. هل تنعش خزينة الدولة هذه التحركات؟ بالتأكيد كل مال وهو مال دولة بالتأكيد سيعود بالخير والنفع، وهي إجراءات لابد أن تتخذها الحكومة لديمومة عمل. هذه الأموال هي أموال موجودة في وزارات وأموال للأسف الشديد كانت في السابق غير منظورة وبيد أشخاص وبيد كتل وبيد أحزاب، ووصلنا إلى مرحلة للأسف الشديد نهينا بلدنا ونهينا مجتمعنا، وأي حكومة تجي في ظل هذه الفوضى لا تستطيع أن تقاوم. وعليه أنا يعني أتمنى أن يكون هناك دعم شعبي ليس لهذه الحكومة، لكل حكومة جادة في الإصلاح. أي حكومة تكون بمفردها تتخذ قرارات أمام هذا الموج الهائج من الكتل والمتنفذين لا تستطيع، فلا بد أن يكون هناك مشاركة شعبية. وقت المشاركة الشعبية ليس بالتظاهر، أن السيد الكاظمي يرسم أسلوب جديد في التعامل، إشراك المجتمع في عمليات الاقتصادية القادمة، يعني يكون الشارع والشعب مشارك للدولة. مثلاً طرح سندات بهذه الصورة وبهذه الكفية، ما أعتقد هناك ثقة ما بين الحكومة الآن والشعب لشراء السندات. عليه أفضل شيء هي الاكتتاب، مثل ميناء الفاو، مثلا شركة وطنية كبيرة للاتصال تباع أسهم، هاي قادرة على سحب الأموال من الصناديق الموجودة بالمنازل وبالشركات، وإشراكها في عمل الحكومة، وبالنهاية يكون الشعب مشارك للحكومة في أعماله. أما بهذه الصيغة أعتقد راح يصير كر وفر، ونمسك مجموعة صغيرة من الفاسدين، بس الفساد كبير جدا.
ليس بحزمة اتصالات 7 مليار اللي ما يصل 6 مليون دولار أو غيره. تحتاج العملية إلى كثير سيد عبد الرزاق بأن هذا الموضوع ربما لمرة أو مرتين سينقذ الدولة، لكن فيما بعد ما الذي ستفعله؟ يعني 7 مليار أو ضبطت عقود تزوير، يعني هذه لمرة ولن تغني خزينة الدولة. والاقتراض أيضا لمرة، الاقتراض أيضا لمرة، يعني إحنا الآن اقترضنا من الداخل 15 تريليون ومن الخارج 5 مليار. أنا ما أعتقد 5 مليار الاقتراض الخارجي راح يوصل بسهولة، لأن العراق الآن فقد مصداقيته، لأن ما يوجد لديه ما يبرر بين ممكن بكرة إحنا نقدر نرجع هاي الأموال أو فوائدها. وبالنهاية الاقتراض الخارجي هي من البنوك، والبنوك الآن أساسا هي ما ضعيفة الأموال. إذا ما يصير فهم بالعملية اقتصادية جديدة تتبناها الحكومة بمشاركة الاقتصاديين الواعين المتعلمين، مو بعض الكفاءات اللي أساسا هذا من حزب وذاك من كتلة وأخلي مستشار، فهم جديد. الفساد هو قمة وليس قاعدة، القمة تمثل بكبار القوم لديهم موظفين صغار، أي موظف يمسك الكبير يتصل وينتهي الموضوع. فالفساد قمة، يحتاج إلى عمل كبير، يحتاج إلى جهد شعبي، يحتاج إلى إعلام واضح وقوي. على ماذا يعني ممكن؟ حتى يكون الإعلام إيصال الفكر، عذرا المقاطعة، إيصال الفكر للمواطن. عذرا المقاطعة، على ماذا يمكن أن تعتمد الحكومة من موارد غير النفط كي تنهض من جديد طالما الفساد مسيطر على هرم السلطة كما ذكرت؟ الحكومة العراقية بالذات كمجتمع عراقي 40 مليون شخص، هذا أكبر سوق تجاري موجود بالمنطقة. العراق لديه مقومات كبيرة. العراق الآن إذا عمل بصح بصدق وبخطط سليمة، ما معقولة أن إحنا ما ندفع أجور كهرباء قاعدين في بلد، ما معقولة إحنا ما ندفع فواتير مياه، ما معقولة إحنا ما ندفع فواتير خدمة، ما معقولة البنك المركزي ما يأخذ تاكس نسبة 5% على مبيعات البنك المركزي. أين تذهب؟ ما معقول، هاي كلها أموال، هاي كلها أموال خاطئة. ما معقولة أنا عندي شركات اتصالات عملاقة تدفع لي مبالغ جدا بسيطة، وممكن أجيب شركة وطنية تنافسهم وحصل 4 مليار إلى 5 مليار سنويا. هذا العمل المجتمعي اللي يشارك به المجتمع ويضغط على البرلمان ويضغط على الحكومة أو على الناس أن يكون إحنا كمواطنين نريد نعمل معاكم، تعال شغلونا. أنا أنطيك نسبة بسيطة، يعني الكهرباء تجمع أكثر من 8 مليار دولار، الفواتير الأخرى تجمع، التاكس يجمع. لكن المشكلة هي أن الكل تريد بكرة بالانتخابات تفوز. ما أمس المواطن حتى ما باكر المواطن يقول لي أنا ما أنتخبك. هي هاي العملية، قوانين كثيرة لازم تتبناها الجماهير مع الحكومة. نعم، شكرا لك الخبير الاقتصادي عبد الرزاق الزهيري، كنت معنا من بغداد. اقتصاديا، أعلنت اللجنة المالية النيابية بدء الحكومة بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021، مشيرة إلى أن أسعار النفط ستحدد العجز المالي في الموازنة. وقالت اللجنة أن الموازنة المقبلة ستشهد عجزا ماليا على اعتبار أن المصاريف أكثر من الموارد المصروفة، مبينة أن أسعار النفط وقدرة الحكومة على توفير الموارد وجديتها بإصلاح النظام ومكافحة الفساد ستحدد العجز المالي في موازنة 2021. من جهتها، أكدت اللجنة المالية النيابية قرب إطلاق رواتب الموظفين من قبل وزارة المالية خلال الأيام المقبلة. وأوضحت اللجنة أن سبب تأخير دفع الرواتب يعود لإجراءات تحويل العملة وليس لتحويل صرف الرواتب كل 40 يوما كما يشاع. هذا ووجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في وقت سابق وزارة المالية بسرعة إطلاق رواتب الموظفين خلال اجتماعه بوزير المالية. ما تزال أزمة الراتب
تشغل المواطن والشارع العراقي، الأمر الذي دفع شركة توزيع المنتجات النفطية إلى تهديد مصرفي الرافدين والرشيد باللجوء إلى الإجراءات القانونية والمطالبة بالتعويضات في حال عدم إطلاق رواتب موظفيها التي تأخرت منذ 23 من حزيران الماضي. وقالت الشركة إنها اتخذت أسلوب الإنذار بالنظر لتكرار التأخير في إطلاق الرواتب الخاصة بموظفي الشركة الموطن رواتبهم على بطاقة الماستر كارد للشهر الثاني على التوالي، خلافا للاتفاق المبرم بين الطرفين والذي ينص على تسليم رواتب الطرف الأول بما لا يتجاوز يوم 23 من حزيران. بعد تصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض المحلي والخارجي نتيجة أو يتجه الأنظار تتجه لإقليم كردستان الذي يعاني أيضا من مديونية كبيرة صوب العاصمة بغداد للحصول على مستحقاته المالية. بعد أزمة اقتصادية وصحية خانقة ولسد العجز المالي في الموازنة الحالية، صوت مجلس النواب على مشروع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي على ألا يزيد سقف الخارجي عن 5 مليارات دولار، فيما حدد الاقتراض الداخلي ب 15 تريليون دينار لتمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين بما فيها رواتب إقليم كردستان. حسب تصريحات البنك المركزي العراقي، المديونية العراقية كبيرة، وبالتالي الاستدانة في ظل مديونية كبيرة هو لا يعتبر قرار صائب بالنسبة للكثير من المراقبين الاقتصاديين. المديونية وصلت إلى 100 مليار دولار، وبالتالي الاقتراض في هذا الوقت سيضاعف مديونية إضافة إلى فوائدها. فربما الكثير يعتقدون أن هذا الحل الاضطراري الذي اضطرت الحكومة والبرلمان لاتخاذه هو فقط لمعالجة مشكلة الرواتب خاصة في الأشهر القادمة. وتواجه حكومة الإقليم ديونا تقدر ب 27 مليار دولار حيث تتجه الأنظار صوب بغداد بعد أن أعطى البرلمان الضوء الأخضر للاقتراض للحصول على مستحقاتها المالية لتسديد رواتب موظفيها المتأخرة منذ أشهر عدة. البرلمان العراقي صادقت على صلاحية الحكومة في الإقراض من الخارجي والداخلي. حسب الميزانية 2019 يجب أن يكون هناك حصة لإقليم كردستان لأننا أيضا نمر في هذه الأزمة المالية. نتمنى أن نأخذ حصتنا وأن لا تمشي الأمور مثل ما صارت قروضات أخرى لم تحصل الإقليم على أي حصة منها. تتجاوز مديونية البلاد من الاقتراض الخارجي للصندوق النقد الدولي وحسب مصادر حكومية 100 مليار دولار، وعليها سداد ما يقرب من 10 مليارات دولار منها هذا العام وبدون تأجيل. يرى مراقبون أن الاقتراض بشقيه الداخلي والخارجي سيزيد من حجم الديون التي لا يمكن تسديدها في المنظور القريب في ظل تداعيات انهيار أسعار النفط عالميا. من أربيل بشير الحسن، قناة الفلوجة. البرلمان يباشر بإعداد موازنة العام المقبل، والمالية النيابية تؤكد العجز المالي رهن أسعار النفط. ينضم إلينا من أربيل المحلل الاقتصادي كوفند شيرواني. مرحبا بك أستاذ كوفند. اللجنة النيابية تقول أن الحكومة بدأت بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021، ماذا عن موازنة 2020؟ تحياتي لقناة الفلوجة ولمشاهدين الكرام وإلى السادة معدي ومقدمي البرنامج. كان خطوة جيدة من الحكومة العراقية أن تبدأ منذ الآن بإعداد موازنة 2021، لكنها تخطت ولسبب غير معلوم موازنة 2020، إذ لا يعرف كيف ستحتسب الحسابات الختامية لهذه السنة اللي هي 2020، وكيف ستعرف الأبواب التي صرفت من أجلها المبالغ، وكيف كانت الواردات خلال هذه السنة الحالية. لذلك كان الأولى بالحكومة أن تعجل بإقرار موازنة 2020 ولو متأخرا قبل استعجال وإصدار
مشروع موازنة 2021، وذلك لتجنب الفجوة المالية في الحسابات الختامية للعام الحالي. نعم، برأيك كما تقول اللجنة بأن أسعار النفط هي التي ستحدد العجز في موازنة 2021، كم تتوقع أن يكون العجز في هذه الموازنة؟ بالتأكيد راح يكون هناك عجز. احنا في العام 2019 كانت أسعار النفط 56 دولار للبرميل، وكانت الموازنة 108 مليار، والعجز هو 19 مليار. في العام 20 أيضا كان هناك عجز متوقع، لكن لم تحتسب ضمن الموازنة، حدود 30 مليار. السنة القادمة إذا اعتبرنا أسعار الحالية للنفط، ستكون لنا واردات نفطية بحدود 31 مليار، إذا أضيفت إليها 10 مليارات أو أكثر من موارد أخرى، فيكون العجز لن يتجاوز 10 مليار في حال تفعيل الواردات الأخرى غير النفطية للدولة. نعم، من أين سيأتي العراق برواتب الموظفين إذا كان قد اقترض الأشهر الماضية؟ شكرا جزيلا على هذا السؤال. حقيقة يوم 24/6 أقر البرلمان قانون الاقتراض بمقدار 5 مليار قرض خارجي و15 تريليون دينار للقروض الداخلية. هذه القروض وإن تحققت ستغطي تكمل العائدات الأخرى لرواتب فترة 3 أشهر. في ضمن هذه الفترة يتوقع أن يتم تفعيل الإيرادات الأخرى للدولة، كإيرادات المنافذ الحدودية وسيطرة على الجمارك وتقليل الهدر، وكذلك ستظهر نتائج قطع الرواتب المتعددة ورواتب الغير مستحقين تحت مسميات عديدة. طيب، ماذا عن رواتب موظفي إقليم كردستان؟ هذا الأسبوع سيتوجه وفد من الإقليم لإكمال الجولة الرابعة من المباحثات حول الملفات المعلقة. نعم. الملف الأول هو الملف الطاقة، النفط والمالية. يتوقع أن نحن متفائلين بتوصل إلى اتفاق يحسم هذا الملف، لأنه مرتبطين العائدات النفطية ما حصة الإقليم الموازنة. ما كان متبعا في عام 2019 هو تخصيص حصة 12% من الموازنة الإجمالية للإقليم مقابل تسليم 250 ألف برميل نفط يوميا إلى شركة سومو. الإقليم وحكومته أبدأ استعداده للتعاون وتسليم كافة الإيرادات مقابل الاتفاق على جملة نقاط ذكرت في بيان اليوم، اللي هي منها مستحقات الشركات المنتجة وكذلك كلف التصدير للنفط عبر الأنبوب المار من الإقليم إلى تركيا. نعم، شكرا لك السيد كوفن تيرواني المحلل الاقتصادي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من أربيل. سلط تقرير أمريكي الضوء على مشاكل تقنية يواجهها سرب الطائرات F-16 الأكثر تطوراً في العراق بسبب انسحاب متعاقدين أمريكيين كانوا مسؤولين عن صيانتها، ما جعلها جاثمة على الأرض منذ 6 شهور. التقرير الذي نشرته مجلة فوربس الأمريكية أشار إلى أن الولايات المتحدة نتيجة التصعيدات الأخيرة بدأت بإجلاء متعاقدين أمريكيين من قاعدة بلد الجوية، حيث تجثم هناك الطائرات، مبينا أن هؤلاء المتعاقدين كانوا يساعدون الجانب العراقي في صيانة أسطوله من طائرات F-16 والمحافظة على جاهزيتها للعمل. وتوقع التقرير لجوء العراق إلى نقل طائراته المتطورة إلى قواعد أخرى في البلاد. في السياق الأمني، عثرت كوادر مؤسسة شهداء نينوى على مقبرة جماعية في منطقة الإحمادات قرب الموصل. وقال مدير مؤسسة الشهداء في المحافظة محمد الشاقولي إن المقبرة تضم رفات 600 جثة مجهولة الهوية، مشيرا إلى أن الإجراءات تم اتخاذها ورفعها إلى بغداد ونحن بانتظار الكشوفات الرسمية. كما قال: طبعا وردتنا معلومات بين وجود مقبرة جماعية في منطقة الحوض الواقع ما بين قضاء الموصل وقضاء تلعفر. وردتنا هذه المعلومات عن طريق أشخاص خيرين طيبين، وكذلك التعاون مع
جهاز الأمن الوطني في المحافظة، ورافقنا السيد معاون المدير الجهاز الأمن الوطني، وتوجهنا صباح هذا اليوم إلى منطقة المقبرة وكشفنا على كمبدئيا كشفنا على هذه المنطقة، وإن شاء الله سوف نرفع التقرير كامل إلى الجهات المختصة مسؤول المقابر الجماعية في العاصمة بغداد، وإن شاء الله تجري الأمور على أتم الاستعداد، وإن شاء الله نفرز هذه الجثث وسوف نعلن عنها قريبا إن شاء الله. على الرغم من الاستقرار الأمني الذي تشهده محافظة نينوى، إلا أن مواطنين وناشطين مدنيين طالبوا بنصب كاميرات حرارية في شوارع المحافظة وعلى حدودها، وذلك لمنع أي خرق أمني قد يحدث. أطلب بالأحرى من الجهات المسؤولة بجلب المعدات اللازمة التي تفيد القوات الأمنية وخصوصا على الحدود، كون المحافظة مستقرة داخليا ولا تشوبها أي شائبة، وبذلك تكون إذا أمنت الحدود تكون نينوى مستقرة 100%. نطالب إحنا بالسونار وكشف إشعة الأمن الحرارية، لأن أكو تعرف تصير عمليات كذا أو تسلل من بعض حال، نريد نسيطر على هالوضعية هاي إن شاء الله. هنالك كاميرات حرارية كان المفروض أن يتم نصبها، وكان عليها اتفاق ودرج ضمن المشاريع لعام 2019-2020، ولكن للأسف تحولت هذه الكاميرات إلى مشاريع أخرى، وذهبت أموالها إلى مشاريع لا نعرف أين ذهبت حقيقة. اندلع حريق داخل معمل للمطاط في محافظة الديوانية بحسب ما أفاد مصدر أمني في المحافظة، وقال المصدر إن حريقا اندلع داخل معمل لصناعة إطارات السيارات في محافظة الديوانية، وتصاعدت أعمدة الدخان بشكل كثيف، مبينا أن اندلاع الحريق لم تعرف أسبابه بعد. نشرتنا انتهت، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها. رقم قياسي جديد لمصابي كورونا في العراق، أكثر من 2400 مصاب والوفيات فوق 100. الانتخابات المبكرة أسيرة قانونها المعلق، مكتب الكاظمي يؤكد إجراؤها قرار سياسي، والكرة بملعب البرلمان. عملية الصدمة تنقذ 7 مليارات من الدنانير من الهدر، ونزاهة تضبط صفقات اختلاس وتزوير في صحة ذي قار. البرلمان يباشر بإعداد موازنة العام المقبل، والمالية النيابية تؤكد العجز المالي رهن أسعار النفط. وأخيراً صقور العراق جاثمة في مطاراته، طائرات F-16 معطلة من جراء استهداف القوات الأمريكية المستمر. الفلوجة TV للمزيد من الأخبار، كما يمكنكم متابعتنا وتواصل معنا على فيسبوك تويتر ويوتيوب. في أمان الله.